كان يوما عاديا، الجو يميل للبرودة دون أمطار أو غيوم. لم يكن يوم عمل مزدحم، لم ينتهي اليوم بشجار في العمل أو في البيت. حتى مشاعره في ذلك اليوم كانت عادية. لم يكن سعيدا مرحا على غير عادته، ولم يكن تعيسا كعادته. كان كل شيء عاديا إلى أن رآها. وكان كل شيء فيها غير عاديا، تلك الرعشة في صوتها رغم محاولتها أن تبدو صلبة غير عابئة بما حولها، تلك الدمعة المتحجرة في عيناها والتي لم تنزل، ولكنها تركت غلالة من الحزن تغلفهما. ذلك الألم الذي أخفته في قلبها واستطاع هو أن يرى، ربما لأنه يخفي بداخله ألما مشابها، وربما لأن فضوله قد سبقه إليها محاولا أن يعرف ما تخفي، أو ربما لأنها أشعلت النيران في غابة قلبه التي ظن أنها قد شاخت وتيبست. كان يبحث عن سبب ثم أيقن أن الحب حين يأتي يأتي دون إشعار مسبق، ولا يخطرك بسبب أو دافع. أيقن أن أبواب قلبه الموصدة كحصن منيع تنهار أمام كلمة أو نظرة أو ابتسامة طردة من شخص قد لا يعرف عنه غير اسمه. أنا أسفة، ما كانش صح أبدا. عشان تصدقي إن الصح بيبقى قدامنا، بس ساعات ما بنعرفش نعمله. الصح إن نكون هناك معاهم بحتفل بالسنة الجديدة، بس الحقيقة واللي أنا عايزه هو إن نكون هنا واقف قدامك ومعاكي بقول لك اني بحبك.